تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى قاعات محاكمات خاصة دون حساب لمرتديها أو رقيب على ما يصدر من أحكام وتكهنات، حادث مروري في البصرة مثال حي على ما يدور في منصات الواقع الافتراضي. يسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية، والنهاية كانت حادثا مروريا مروع. مقطعا فيديويا انتشرت فانهالت التعليقات عليه والتوقعات دون معرفة الأسباب ولا حيثيات الحادث التي يرويها نجل الضحية الأكبر. الوالد كان يعني راح صيانة للسيارة، صيانة بسيطة، فمثل ما تعرفون يعرفون يعني المجتمع البصري، البصرة، محافظة البصرة، تحديثات طرق كلش ضخمة، يعني من ضمنها طريق صناعية حمدان اللي صار بدل السايدين صار 4 سايدات. لذلك الوالد يعني من طالع من صناعة حمدان يعني سالك السايد الخدمي، السايد الخدمي سايدين، فهو متجه باتجاه الفاو، فملاقي استدار الاستدار اللي تحول على الشارع الرئيسي اللي رايح، فهو بالاستدارة متصور انه بالشارع الرئيسي الرايح والجاي استدار على الشارع الرئيسي الراجع للبصرة. يعني أنا هذا التفسير خلال يعني عشرتي ويا الوالد وأعرفه كل زين، يعني عنده تصير هاي الأمور أنه يتوهم. الاتهامات والتعليقات التي كانت تطال الضحية بعد انتشار صور الحادث، اتهمه الكثيرون بالمخمور، وآخرون وصفوا ما شاهدوه إن سائق المركبة تحت تأثير المخدرات. هذه الاتهامات والكلمات كانت أشد وقعا على أهل الرجل السبعيني الذي فارق الحياة قبل وقوع الحادث. هي التعليقات زادتنا مصاب فوق مصابنا بالنسبة لهذه التعليقات السلبية مع الأسف في المجتمع. مجتمع ما ادري والله شو اقول، شلون يوصل شلون يصير. انا متاكد بالنسبه لاهل التعليقات شافوا الحادث بدون ما يشوفون منو المتوفي وايش كبره وشنو عمره وشنو اسلوبه وشنو طبيعته قبل، يعني التعليق بانه هيك مخدرات وانسان يجوز بعقل. يا مو هيك يا عمي، شويه شويه صبروا علي، شوف الوضع، شوف المتوفي شنو، شوف خلفيته شنو، مسيرته شنو. مع الأسف والله يعني زادتنا يعني هم فوق همنا. الضحية الذي كان يعمل مدير شعبة في شركة نفط البصرة وعمره تجاوز 70، وقع ضحية الآراء الجمعية والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي كحالة انتشرت في الآونة الأخيرة. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة.